عملنا بنت الجيران. على فكره بنت الجيران اصلا كانت بتاعت حسن، كانت هي اصلا كلها اصلا اول اخ كانت بتاعت حسن، وهو اتصل بيها في يوم قال لي تعالى يا عمر كده اسمع في موضوع كده لو يناسبك، فسمعته قلت له جميل جدا. كان طبعا خلص وسجل. كان خلص وسجل. انا كنت رامي صوتي بس قلت نجح ونجاح كويس يعني 10 مليون 15 مليون الكلام ده كله. فانا اشتغلت كويس وكده، فعايز اعمل حاجه بقى تحت في الشارع حاجه باور قوي. ولما سمعت بنت الجيران في الاول كانت لسه ما اتوزعتش ولسه ما تخدمش عليها، فسمعتها على ال... على بعدين انت سمعها بالباور بتاعه. لا غير كده كمان انا سمعتها قلت له حسن يعني اغنيه نايمه خالص بيقول لي مش هتنفع. بيقول لي هو بيقول لي ايه بنت الجيران شغلانه انا عنيا، بيقول لي انا بغني تحت خالص. قلت له مالكش دعوه انت قول دوت بس. رحت انا خارج بره بكتب حاجه حصل. دخلت لقيته رامي، رحت انا داخل بقى رحت بهوايا. فاحنا احنا نزلنا فيديو الموضوع نزلنا فيديو للناس كتشويق، فالفيديو جاب مشاهدات كويسه. فانا كنت في دبي، فحسن جالي دبي فقاعدين مع بعض. قلت له تصدق الحالات كلها جاب مليون و800 الف. قال لي طب تعالى ننزلها. قلت له طب انت شايف ان دي اللي ننزل بيها؟ قال لي